where the world comes together under one roof to celebrate that vision and hope. Expos down the years have given us so many talking points. The sewing machine from Paris in 1855. The Eiffel Tower. Result of Paris 1889. Clean energy operated vehicles were exhibited in Hanover back in 2000. Now, the electron microscope was unveiled to the world back in 1970 at Osaka. And where would we be without Philadelphia 1876, where a small company called Heinz delivered. Promised major celebrations in the Al-Wasl Dome. Big name artists, big name sportsmen, big name members of industry, of trade, of governments, all coming together here. Certainly something not to be missed. And significant not just for Dubai, but the world. It is an opportunity for the world to come together. Last 18 months where
tonight and for... Great. اهلا بكم. سمو الشيوخ، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة وضيوفنا الكرام، يصل الآن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب
here in the UAE. All the necessary cautions taken throughout. Emirates Airline and the other regional airlines are ready. Tickets to guests, encouraging them to come and witness. Electron microscope was built to the world back in 1970 at Osaka. And where would we be without Philadelphia 1876 for a small company called Heinz? And so the question remains. Expo 2020 demand, with the vision, with the investment, the support of the hundreds, the 192 nations around the globe who have taken up residence here for the next 6 months. What can be achieved? What can be created? What will be the legacy of this اتقي بالرمل فالرمل امين وبه اسرار هذه الارض من بدء السنين همسات الريح والاوراق في الاشجار والارض اسمعها كالانين همسات تروي لي حكاية عالم أنهكته فوضى التغيير فعن النبج
خذي خاتم الساروج. القرار كنا نبحث عن نظام.
الشيخ نهيان بن مبارك نهيان، عضو مجلس الوزراء، وزير التسامح والتعايش، المفوض العام في اكسبو 2020 دبي. Esteemed guests, please join us in welcoming His Excellency Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Member of the Cabinet and Minister of Tolerance and Coexistence, Commissioner General of Expo 2020 Dubai. Chers invités, veuillez souhaiter la bienvenue à Son Excellence Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, membre du cabinet et ministre de la Tolérance et de la Coexistence, Commissaire Général de l'Expo 2020, Dubaï. نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. أصحاب السمو والمعالي والسادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أكون معكم اليوم، نشهد معا فصلا جديدا من قصة بدأت أحداثها منذ حوالي 50 عاما، قصة أبطالها قادة وأبناء هذا الوطن. تتجلى فيها القيم التي جبلت عليها نفوسهم وطموحاتهم وثقتهم بقدراتهم على تحقيق ما هو أفضل لهم ولغيرهم. اسمحوا لي أن أعود بكم بالزمن العام 1970 في مدينة أوساكا اليابانية. هناك كانت المرة الأولى التي يقدم فيها شعبنا نفسه وثقافته ويسجل حضوره على منصة إكسبو العالمية في جناح كان تصميمه مستوحى من قلعة الجاهلي في مدينة العين. هذه القلعة التي يرجع الفضل في تأسيسها إلى المقبول الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان طيب الله تراه. كان ذلك قبل عام ونصف من قيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة، ما بدأ بإيمان وعمل مشترك بين قادتنا المؤسسين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله تراهما. أصبحت الرؤية التي يرفع بها علم دولتنا، حيث أعلن المقبول للوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عن قيام دولة الاتحاد، حيث ضمت الإمارات السبعة في اتحاد واحد مجتمعة على حقيقة راسخة في نفوسنا، مفادها أننا معا أقوى. أصبحنا إماراتيين ننتمي لوطن واحد. لقد سعينا جاهدين لصنع حياة أفضل، وواضعين رؤية قادتنا نصب أعيننا، فكان الاستثمار في بناء الإنسان محور اهتمامنا، ووسعنا بنيتنا التحتية ونوعنا اقتصادنا وأوجدنا الفرص لإزدهار الجميع. والآن ونحن في عام يوبيلنا الذهبي نشارك ما تعلمنا مع العالم، وفي مقدمته أننا بتواصل العقول نتمكن من تحقيق إنجازات كان البعض يعتقد أنها مستحيلة. كانت هذه الرؤية نفسها هي ما دفعتنا إلى تقديم ملف استضافة إكسبو الدولي
في العام 2011، وكانت السبب في اختيارنا شعار تواصل العقول وصنع المستقبل. اليوم تجتمع 192 دولة، كل واحد منها ممثلة بجناحها الخاص، وهما لم يسبق له نظير في تاريخ إكسبو الدولية الممتد على 170 عاماً. ومجرد وجودنا هنا في خضم التحديات التي يواجهها العالم يبرهن بأن الفعل على التزامنا ورغبتنا في جعل العالم مكاناً أفضل للجميع. استضافتنا لإكسبو 2020 تحمل رسالة عظيمة، مفادها أن التسامح نهجنا، وأننا نرحب بالعمل والتعاون مع جميع شعوب العالم. بتواصل عقولنا سنغرس بدور التقدم على مدى الأعوام الخمسين المقبلة، بل وعلى مدار الأعوام المئة المقبلة. هذه هي الرؤية التي يجب أن نحملها في أذهاننا، لأن كل حقيقة كانت واقعاً على مر التاريخ بدأت برؤية. أننا اليوم إنما نقول للعالم كله مرحباً بكم في الإمارات العربية المتحدة، مرحباً بكم في إكسبو 2020 دبي الذي سوف يكون بعون الله مجالاً مهماً للتعارف والحوار والعمل المشترك بين جميع سكان العالم. مرحباً بكم كي نطلب معاً من الإمارات إلى العالم وفي عامها الخمسين رسالة تسامح وتعايش وسلام، رسالة تقدم وخير ونماء، رسالة أخوة وسعادة، ورغبة أكيدة في تحقيق مستقبل زاهر للجميع. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديمتري كيركانسس الأمين العام للمكتب الدولي للمهر. Esteemed guests, please welcome His Excellency Dimitri Kirkenses, Secretary General of the BIE. Chers invités, veuillez souhaiter la bienvenue au secrétaire général du BIE, Dimitri Kirkenses. Your Highnesses, Your Excellencies, dear Commissioners General, ladies and gentlemen, I am honored and delighted to be present here this evening for the opening of the first World Expo in the Manassa region. This is a historic occasion for World Expos and a culminating moment in the incredible story of Dubai and the United Arab Emirates in the year of its Golden Jubilee. With more than 190 countries participating, all the world is coming together for the first time since the pandemic began to connect, to exchange, and to learn on this extraordinary global stage. For tens of millions of people, Expo 2020 Dubai is a tremendous occasion to reconnect with the whole world and to truly engage with critical questions of universal importance and to showcase innovative and cutting-edge solutions to our global problems. This is, of course, the overarching aim of Expos. As global platforms for inclusive multilateralism, Expos bring together countries, international organizations, businesses, NGOs, researchers, and citizens in a common endeavor to generate new perspectives, inspire real-life solutions, and address the greatest challenges.
But in the case of Expo 2020 Dubai, this purpose takes on a renewed and powerful meaning. As we entered the last phase of preparation, our journey towards this great event was punctuated by an unprecedented global health crisis that it has profound consequences on us all. Faced with this immense challenge, communities around the world have been shaken. The social fault lines of our world have been laid bare, with the pandemic revealing and exacerbating pre-existing disparities and inequalities in wealth, race, gender, age, education, and geography. With its theme, Connecting Minds, Creating the Future, Expo 2020 Dubai gathers us here over the next 6 months to help shape a better world, a world where we look beyond our differences and are united in our diversity, a world more compassionate, more resilient. Here at Expo 2020 Dubai, Connecting Minds cultivates collaboration, partnership, and solidarity. These are the values that the Expo fosters and that shape our collective priorities. Here at Expo 2020 Dubai, Creating the Future aims to contribute to reducing the growing divide between rich and poor. It seeks collaborative strategies for